من ملايين السنين في لحظات الكون الأولى ظهرت ثقوب سوداء عملاقة مش زي أي حاجة شفناها قبل كده، حاجات بتسحب كل حاجة حواليها بجاذبية مش ممكن نهرب منها، حتى الضوء نفسه مش بيفلت. العجيب بقى إن العلماء اكتشفوا مؤخرا ثقب أسود بيتغذى بأسرع معدل تم رصده لحد دلوقتي، وده في وقت قصير بعد الانفجار العظيم. طيب ايه اللي خلاه يكبر بالسرعة الكبيرة دي؟ وازاي قدر الثقب الاسود ده يكسر القوانين الفيزيائية الموضوعة؟ وازاي بيعدي حدود الفيزياء اللي كنا فاكرينها ثابتة؟ تلسكوب جيمس ويب هو اللي كشف لنا عن الثقب الاسود ده، وخلى العلماء يفكروا تاني في حاجات كتيرة كنا متأكدين منها. الاكتشاف ده بيقول لنا ان الكون لسه مليان اسرار، وانه لسه في اسرار كتيرة ما نعرفهاش. في البداية أكيد كل ما بتسمع كلمة ثقب أسود بيجي في بالك أفكار عن حاجة مرعبة في الفضاء بتبلع كل اللي حواليها ومش بتسيب أي حاجة تعدي منها. بالفعل الثقب الأسود هو جسم سماوي غامض وقوي بشكل خيالي، بيتمتع بجاذبية جبارة لدرجة أنه بيسحب كل حاجة حواليه، حتى الضوء نفسه مش بيقدر يهرب أو يعدي منه. وعلشان كده بنسميه أسود لأن مفيش حاجة بتخرج منه. بيتكون لما نجم ضخم بينهار على نفسه بعد ما يستهلك كل الوقود النووي اللي جواه، وبيتحول لمنطقة في الفضاء اسمها أفق الحدث أو نقطة اللاعودة، وهي الحدود اللي أي حاجة تعديها بتختفي جوا الثقب الأسود للأبد من غير ما تقدر تطلع تاني. الثقب الأسود بيكون زي بوابة بتبلع المادة والضوء ويحبسهم جواه. وطبعا هتسأل إزاي حاجة بالجاذبية الضخمة دي بتتكون بالضبط؟ بعد الانفجار العظيم الكون كان عبارة عن كتلة هائلة من الطاقة والغازات اللي بدأت تتجمع مع مرور الوقت وتشكل النجوم والمجرات. لما النجوم الضخمة بتستهلك كل الوقود النووي اللي فيها وتوصل لمرحلة النهاية في حياتها، بيحصل انفجار ضخم اسمه السوبر نوفا. الانفجار ده بيخلف وراه اما نجم نيوتروني او ثقب اسود حسب كتلة النجم الأصلي. في حالة النجوم اللي كتلتها كبيرة جدا، الجاذبية بتكون قوية لدرجة ان النجم بينهار على نفسه، وبيتكون عندنا ثقب أسود. والنوع ده من الثقوب السوداء بيعرف بالثقوب السوداء النجمية، لكن العلماء قدروا يكتشفوا انها مش الطريقة الوحيدة اللي تكون منها الثقب الأسود، لان في انواع تانية. اول نوع زي ما قلنا هو الثقوب السوداء النجمية، دي بتتكون من انهيار النجوم الضخمة، وبتكون كتلتها بتتراوح من عدة اضعاف كتلة الشمس لغاية حوالي 100 مرة قد كتلتها. النوع ده هو الاكثر انتشارا في الكون. تاني نوع هو الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، دي ثقوب سوداء نادرة. العلماء بيعتقدوا انها بتتكون من اتحاد اكتر من ثقب اسود مع بعض. الكتلة بتاعتها بتكون اكبر من النوع النجمي، بس مش بيوصل لحجم الثقوب السوداء العملاقة. وتالت نوع وهو الاكثر غموضا، الثقوب السوداء العملاقة الفائقة. النوع ده بقى اللي بيشد الانتباه لانه موجود في مراكز المجرات، وكتلته ممكن توصل لمليارات اضعاف كتلة الشمس. العلماء مش متأكدين ازاي النوع ده بيتكون، بس في فرضيات بتقول انه بينشأ من اندماج عدة ثقوب سوداء صغيرة، او من امتصاص كميات ضخمة من الغاز والنجوم في بداية الكون المبكر. وبكده عرفنا ازاي الثقب الاسود بيتكون وايه هي انواعه، ولكن جه اكتشاف مثير فتح اسئلة جديدة عن حقيقة الثقب الاسود. والنوع التالت ده هو اللي بيتكلم عليه تلسكوب جيمس ويب في رصده الاخير، وهو الثقب الاسود LID 568، واللي البيانات بتقول لنا انه تكون في بداية الكون المبكر بعد 1.5 من 10 مليار سنة بعد لحظة الانفجار العظيم. الثقب ده المميز فيه انه بيتغذى بمعدل غير مسبوق يصل الى 40 مرة اعلى من حد إيدينغتون النظري. طيب هتقول لي ايه هو حد إيدينغتون دوت او إيدينغتون ليميت؟ تعالوا نعرف بالضبط ايه هو الحد ده. في البداية خليني أكلمك أكتر عن العالم آرثر إيدينغتون ومساهمته الكبيرة في تأكيد النظرية النسبية اللي وضحها ألبرت أينشتاين ووجود الثقوب السوداء. السير آرثر إيدينغتون كان واحد من أهم العلماء في الفيزياء الفلكية في القرن العشرين، وقدم إنجازات كبيرة ساهمت في فهمنا للكون. هو اللي وضع أساسيات كتيرة من النظريات اللي بتربط بين الفيزياء والنجوم،
وأكثر حاجة مشهورة عنه هو تأكيده العملي لنظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين. وأهم إنجازاته كانت رقم واحد تأكيد نظرية النسبية العامة. إدينغتون قاد حملة في سنة 1919 لرصد ظاهرة الكسوف الكلي للشمس. الهدف كان إثبات أن الضوء بيحصل له انحناء لما يعدي جنب جسم ضخم زي الشمس، وده كان جزء من توقعات نظرية النسبية العامة لأينشتاين. الرصد ده كان ناجح وأثبت أن النظرية صحيحة، وده كان إنجاز كبير وغير توجهات وشكوك العلماء في النظرية النسبية وقتها. رقم 2، حد إدينغتون. زي ما اتكلمنا قبل كده، إدينغتون وضع مفهوم حد إدينغتون اللي بيوضح التوازن بين الجاذبية والضغط الناتج عن الإشعاع في النجوم. ده بيساعد في تفسير ليه النجوم والأجرام السماوية ما بتقدرش تطلع إشعاع أكتر من حد معين من غير ما تفقد المادة اللي حواليها. بالتالي حد إدينغتون هو مفهوم فيزيائي بيشرح لينا الحد الأقصى لكمية الطاقة اللي ممكن يصدرها جسم سماوي زي نجم أو ثقب أسود من غير ما الإشعاع الصادر منه يطرد المادة بعيدا عنه. الفكرة هنا بتتكلم عن التوازن بين قوتين، الجاذبية اللي بتشد المادة نحو الجسم، والضغط الناتج عن الإشعاع اللي بيطلع من الجسم ويدفع المادة للخارج. لما نجم أو جسم سماوي بيسخن جدا ويطلع طاقة في شكل ضوء وإشعاع، الطاقة دي بتعمل ضغط بيدفع المادة اللي حوالين الجسم بعيد. لو كان الضغط ده كبير جدا، المادة هتبدأ تتحرك للخارج وما تدخلش في الجسم تاني، الجسم مش هيقدر يمتص مواد أكتر أو يكبر. والحد ده بيقدر يوضح لينا إن في سقف معين لحجم الطاقة اللي الجسم السماوي يقدر يصدره وهو بيتغذى على المادة. لو جسم سماوي ومثلا زي ثقب أسود حاول يتجاوز الحد ده، الطاقة اللي بتطلع هتكون قوية لدرجة إنها تمنع المادة الجديدة من الدخول وتوقف عملية التغذية بتاعته. ده بيخلي الحد ده مهم لفهم نمو النجوم والثقوب السوداء العملاقة وإزاي بيوصلوا للحجم الكبير ده. وكمان بيساعد العلماء يفهموا ليه بعض الأجرام السماوية بتكبر بشكل محدود، والاكتشاف ثقب أسود بيكسر القاعدة دي وبيكون حاجة غريبة ومهمة جدا في علم الفلك. طيب إزاي بترتبط الإنجازات دي بالاكتشاف الحديث للثقب الأسود LID 568؟ الاكتشاف الأخير لثقب أسود في الكون المبكر بيتغذى بمعدل أسرع بكتير من حد إدينغتون، هو مثال على اختبار القوانين والنظريات اللي وضعها إدينغتون. نظريته عن الحد الأقصى لسطوع النجوم والثقوب السوداء بتقول إن الجسم لو طلع طاقة أكتر من حد معين، المادة مش هتدخل جواه، لكن الثقب الأسود المكتشف بيتحدى القاعدة دي، وده بيفتح الباب قدام العلماء لإعادة التفكير في النماذج الحالية أو اكتشاف آليات جديدة ممكن تشرح الظاهرة دي. ده معناه أن اكتشاف ثقب أسود بيتغذى بمعدل أسرع بكتير من حد إدينغتون ممكن يخلينا نعرف أكتر عن الظروف اللي كانت موجودة في الكون المبكر، أو ممكن تكون في تفاعلات أو عوامل جديدة ما كناش نعرفها بتأثر على عملية التغذية دي. طيب هو الثقب الأسود ده أصلا بيتغذى على إيه؟ وإزاي بيصدر إشعاع؟ مع أننا قلنا من شوية أن مفيش حاجة بتعدي منه. الموضوع باختصار اننا بنقدر نرصد تأثير جاذبية الثقب الاسود على الاجسام اللي حواليه واللي بيبتلعها، والثقوب السوداء بتكبر عن طريق امتصاص المادة اللي حواليها زي الغاز والغبار الكوني والنجوم اللي بتيجي جنبه. لما المادة دي بتدخل نطاق الجاذبية الخاص بالثقب الاسود بتبدأ تدور حواليه بسرعة كبيرة جدا وبتسخن، وده بيخليها تطلع طاقة على شكل إشعاع قوي جدا قبل ما تدخل أفق الحدث. الظاهرة دي بتسمى القرص التراكمي accretion disk، وهي اللي بتدي الثقوب السوداء شكلها المضيء لما العلماء بيحاولوا يرصدوا وجودها. لما الثقب الأسود يمتص كمية كبيرة من المادة بيبدأ يطلع إشعاع قوي بيضغط المادة بعيد عنه، وده اللي بيسموه حد إدينغتون. لو الثقب الأسود طلع إشعاع أكتر من الحد ده، المفروض ان المادة تبعد وما تدخلش الثقب الاسود، بس الثقوب السوداء العملاقة اللي اكتشفوها في الكون المبكر بتكبر بمعدلات اكبر بكتير من اللي حد إدينغتون بيسمح بيه، وده خلى العلماء يطرحوا تساؤلات كتيرة عن الاليات اللي ممكن تخلي الثقوب السوداء تكسر القاعدة دي. بالتالي كانت دايما الثقوب السوداء الضخمة الموجودة في مراكز المجرات هي محط أنظار العلماء، لأنها بتخترق القوانين الموجودة والتصورات اللي عندنا. علشان يفهموا ده
طرحوا فكرة إن الثقوب السوداء دي بدأت حياتها كبذور صغيرة وكبرت مع مرور الوقت. في نوعين من البذور اللي العلماء بيتكلموا عنهم، البذور الخفيفة Light Seeds، دي بتتكون لما النجوم الأولى في الكون اللي كانت ضخمة جدا تموت وتنهار على نفسها. النجوم دي بتتحول لثقوب سوداء صغيرة بتبدأ تمتص المادة وتكبر تدريجيا. البذور الثقيلة Heavy Seeds، النوع ده بيتكون لما سحابة ضخمة من الغاز تنهار بشكل مباشر وتتحول لثقب أسود كبير من البداية. يعني بدلا من السحابة السادمية تتكتل وتكون نجم، وبعد مرحلة حياة النجم النجم ينفجر ويموت ويتحول لثقب أسود، لا، السحابة بتتكتل مباشرة وتكون ثقب أسود دايركت كده. الفكرة كانت موجودة من زمان لكن ما كانش في دليل رصدي قوي بيثبت أي نظرية منهم. الاكتشاف الجديد لثقب أسود بيتغذى بسرعة كبيرة جدا ويتجاوز حد إدينجتون بيغير المعادلة. حد إدينجتون بيقول إن في حد أقصى للكمية اللي الثقب الأسود يقدر يمتصها قبل ما يبدأ الإشعاع يطرد المادة بعيدا. لكن الثقب المكتشف اللي اسمه LID568 بيتحدى القاعدة دي وبيكبر بمعدل أسرع بكتير من المتوقع. الاكتشاف ده بيوضح أن الثقوب السوداء ممكن تكبر بسرعة كبيرة خلال فترة تغذية واحدة كبيرة، سواء كانت بدايتها من بذرة خفيفة أو ثقيلة. العلماء لاحظوا أن الإشعاعات القوية اللي بيصدرها الثقب ده ممكن تكون زي صمام أمان بيمنع النظام من الانهيار بسبب الطاقة الزايدة، وده بيخلينا نفهم أكتر إزاي الثقوب السوداء العملاقة في الكون المبكر كبرت بالشكل ده. الخطوة اللي جاية للعلماء هي إنهم يعملوا أرصاد إضافية باستخدام تلسكوب جيمس ويب علشان يفهموا الآليات اللي بتساعد الثقب الأسود إنه يتجاوز حد إدينجتون وينمو بشكل سريع جدا. ده ممكن يفتح أبواب جديدة لفهم كيف تطور الكون وإزاي الثقوب السوداء كانت بتلعب دور كبير في تشكيل المجرات الأولى. طبعا اتكلمنا في أكتر من فيديو سابق على الموضوع ده وعلى البذور الكونية الهائلة في الفجر الكوني، ممكن تشوفهم من الاي لفوق أو في صندوق الوصف. طيب هل ده أول جسم بيتم رصده بصفة عامة وبيتجاوز حد إدينجتون، ولا في أجسام تانية تم رصدها؟ في الكون في أجرام سماوية معينة بتقدر تتجاوز حد إدينجتون اللي هو الحد الأقصى لكمية الإشعاع اللي جسم سماوي ما يقدر يصدرها قبل ما يبدأ إنه يطرد المادة المحيطة به. من الأمثلة المعروفة هي الكويزرات اللي بتكون في مراكز المجرات اللي بتحتوي على ثقوب سوداء فائقة الكتلة بتتغذى بمعدلات سريعة جدا، فهي عبارة عن المنطقة الغازية الساخنة اللي بتحيط بثقب أسود هائل ودرجة حرارتها عدة مئات الآلاف من الدرجات المئوية، وبتبعث أشعة قوية جدا راديوية أو أشعة سينية. ومن أشهر الأمثلة عليه كويزار 3C273 اللي بيعتبر واحد من ألمع الكويزارات في السماء، واللي يعتقد أنه تخطى الحد ده بسبب سطوعه الشديد. في كمان مصادر الأشعة السينية فائقة اللمعان UL-Xs اللي بتصدر كميات هائلة من الطاقة بشكل يتجاوز حد إدينجتون المتوقع للنجوم العادية. وفي دراسة من وكالة ناسا وضحت قبل كده ان بعض النجوم النيترونية ممكن تكون سبب الظاهرة دي، وده بفضل الحقول المغناطيسية القوية جدا اللي بتمتلكها. الحقول دي بتعمل كصمام امان بتنظم تدفق المادة اللي بتدخل النجم وبتسمح ليه انه ينتج اشعاع يفوق حد إدينجتون من غير ما يطرد المادة اللي حواليه. الاكتشافات دي بتخلينا نفهم اكتر ازاي الاجرام السماوية دي بتقدر تكسر القواعد اللي كنا فاكرينها ثابتة، وده بيساعد في تفسير وجود مصادر شديدة اللمعان زي الـ UL-Xs في الكون. ومن اشهر الامثلة اللي تخطت حد إدينجتون هو النجم النيتروني M82X2، وهو واحد من الاجرام السماوية المعروفة بكونها مصدر اشعة سينية فائق لمعان UL-X، وموجود في مجرة ميسيي 82 اللي بتبعد حوالي 12 مليون سنة ضوئية من الأرض. وعموما لازم تعرف ليه العلماء مهتمين بدراسة الثقوب السوداء والفيزياء اللي تخصها وأهمية الدراسات والاكتشافات دي. الثقوب السوداء مش بس أجرام بتبلع أي حاجة تقرب منها، لكنها كمان بتلعب دور مهم جدا في تشكيل المجرات. العلماء اكتشفوا إن في مراكز معظم المجرات الكبيرة في ثقوب سوداء عملاقة، ودي بتؤثر بشكل كبير على حركة النجوم وتوزيع الغاز داخل المجرة. الثقوب السوداء بتطلق طاقة ضخمة جدا نتيجة امتصاص المادة، والطاقة دي بتقدر تدفع الغاز بعيد عن مركز المجرة وتمنع كمان تكون نجوم جديدة في بعض الأحيان.
التأثير ده بيحصل نتيجة الظاهرة اللي بنسميها التغذية المرتدة أو الفيدباك، ودي بتأثر على كيفية توزيع المادة والغازات في المجرة. لما الثقب الأسود بيبدأ يتغذى بشكل سريع، الطاقة اللي بيصدرها بتعمل زي رياح قوية بتدفع المادة بعيد، وده ممكن يقلل من معدل تكون النجوم ويغير شكل المجرة على المدى البعيد. في نهاية رحلتنا مع اكتشاف الثقب الأسود اللي كسر كل التوقعات، بنفضل نسأل هل اكتشافات زي دي هتخلينا نعيد كتابة قوانين الفيزياء من جديد؟ وإزاي الثقوب السوداء دي قدرت تتحدى حد إدينجتون؟ هل ده معناه إن في عوامل تانية في الكون المبكر كانت بتساعد في التغذية السريعة ديت؟ الأسئلة دي هي اللي بتحرك شغف العلماء وتخليهم يبحروا في أعماق المجهول. اللي أكيد إن الكون مليان بمفاجآت منه، ومع كل اكتشاف جديد بنعرف إننا لسه في بداية فهمنا للأسرار الكبيرة اللي مخبيها. فهل هنقدر نفهم يوما ما كثير من هذه الألغاز، ولا هيفضل عند الكون دايما حيل يخبيها؟ تابعوا معنا الرحلة، لأن القادم هيكون أروع وأغرب من اللي فات. اكتب لنا في التعليقات، هل تتوقع أننا في يوم هنقدر نكشف ألغاز الثقوب السوداء في الكون؟ وهل هنعرف بالضبط إيه اللي ممكن يجرى داخل الثقب الأسود؟ ولا أصلا السؤال ده غلط ومفيش داخل أو خارج، لأن المكان هناك شيء مختلف تماما عن الأماكن بمفهومنا في باقي الفضاء، ناهيك عن الزمن. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم بالضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا. ليه يا جماعة مش بتشيروا الفيديوهات؟ شيروا الفيديو علشان تشوفوا ناس كتير ويغير مفاهيم كتير عندهم، ويزود من الثقافة العلمية الرصينة في مجتمعاتنا المنهكة بطاقات من الجهل والخرافة تملأ وسائل التواصل الاجتماعي وسادت رائحتها الفاسدة على هواء أوطاننا الذي كان نقيا صافيا لعقود طويلة قبل أن تفسده هذه الانتكاسات المتواصلة. شيروا الفيديو واشتركوا في القناة، وتابع معنا إن شاء الله الفيديوهات اللي فاتت، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله في حلقة جديدة من إنفوسفير والأف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.